حديثنا في هذا اليوم عن أحكام فقهية مختصرة بأدلتها الشرعية عن بعض مسائل الأواني وأداب الخلاء. ثامنا، من شاء أن يبول واقفا فلا حرج، الأفضل أن يبول قاعدا، لكن لو أراد أن يبول قائما فلا إشكال، بشرطين: أن يأمن من أن عورته لا تظهر للآخرين، وأن يأمن من أن رشاش البول لا يعود إليه. بهذين الشرطين يجوز. وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم، وهو مجمع النفايات، فبال صلى الله عليه وآله وسلم قائما. أما ما جاء عند النسائي وابن ماجه من قول عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما فلا تصدقوه، إنما رأيته يبول قاعدة. فهذا منتهى علمها، علمها رأت في البيت من أنه كان يبول قاعدة، لكن حذيفة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين خارج البيت يبول قائما، لكن بهذين الشرطين السابقين.